أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثما ثن مرحبا يسوون نكمل السجي مرضى ربي لقين يعني الموضوع اللي هو نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحلقة رقم 20 من هذا الموضوع الكبير وهو نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعذق كنا يثمثن درسني عدنا السجان بذوم ونخدم في غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الكبرى اسمه ربي سبحانه يوم الفرقان، يوم الفرقان. لكن دينا ابن عباس رضي الله عنه سيسك فرق ربي سبحانه يلي الحق والباطل. يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وقي ذي اسم يسيفك ربي سبحانه الغزوة معروفا في التاريخ الإسلامي اسمه غزوة بدر الكبرى. وقعت غزوة بدر الكبرى يوم الجمعة في السنة الثانية من الهجرة النبوية 17 رمضان. وقعت في رمضان، مرسل بلي رمضان شهر الانتصارات، رمضان شهر الفتوحات. حقيقة هذا محقق في تاريخنا الإسلامي المشرق، تاريخ جنس المن زدين يصفان يضوان أكيد لا. رمضان، رمضان شهر الانتصارات، رمضان شهر الفتوحات، رمضان شهر الإنجازات. إذن وقعت هذه الغزوة المباركة يوم الجمعة 17 من شهر رمضان المعظم في السنة الثانية للهجرة، سقواس بالسن من الهجرة النبوية. ننات ربي سبحانه اسمه ياسر الغزواقي يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وهذه الآية جزء من الآية اللي وردت في سورة الفرقان في سورة الأنفال، الأنفال الآية رقم 41. طيب، ذا شو الأهم من غزوة بدر؟ سوف نذكر في النتيجة، في النتائج ربما وصلنا اليوم أو في الدرس القادم. هي في الحقيقة معركة حاسمة بين الحق والباطل، معركة حاسمة بين الحق والباطل. ذين مس اسم ربي يوم الفرقان. وكذلك الغزوة المعركة قررت مصير الأمة الإسلامية بين الأمم. فكيس أزل ذم قران إلى أمة سلمت، إلى أمة سلمت. والأمر الثالث أنها قررت مصير الدعوة الإسلامية، لأنه الأصل هو السلم كما شرحنا في المرة اللي فات حينما تحدثنا عن تشريع الجهاد. بينا مقاصد الجهاد، يعني مثلا نسفهمت خطر الشرع كي لقيت وفهم أم ذا المذي في مالا إزمر سيس من الشرع أذي هود، سيس من الشرع أذي استخسر، سيس من الشرع أذي يخدم الفتنة، أذي يخدم الشوال، أذي يخدم الطراد، أذي زني ذما، سيس من الشريعة. ولذلك فكرت الدرس اللي عدان فلسفة تشريع الجهاد أو مقاصد تشريع الجهاد في الإسلام، بعدما تحدثنا عن محور أو في محور كبير تحت عنوان نزول الأحكام التشريعية بعد بناء الدولة المسلمة الأولى على رأسها محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، أكتفي بهذه المقدمة، خاطر المقدمات يعني فيها نقاط كثيرة ولكن نحاول نختصرها في حدود الزمن المتاح. الآن نروح مباشرة، أولاً بلا ما نتكلم على كذا كذا القافلة اللي جت بقيادة أبي سفيان، قافلة تاع التجار من الشام إلى رجع إلى مكة المكرمة، وهي محملة بالتجارة الكبيرة، محملة حتى بالأسلحة كما يقول المحققون في تاريخ السير، معناتها تسوي الأسلحة قريش تهجني منسن للحرب، والحرب قائمة بين المسلمين والمشركين. يعني ثقيب فقط، ربما بعض الناس يقول كيفاه مش يزمنسنا فريضنا كذا، كل هذا كلام غير صحيح عند المحققين سواء عند المسلمين المسلمين أو من غيرهم. لذلك لا أطيل الحديث في هذا الموضوع، نروح مباشرة إلى أولا التفاوت بين المسلمين والكفار عددا وعدة. المسلمون شحال يقلن؟ أقوى الروايات 313 جنس المني قلن فقط، ذايا يعني 313 ذروس سيسن سن يعاوذيون، نحوج يعاوذيون تشمض المعركة بلا
وكذا إذ الوسائل الحرب ذي الوقت النين السبعين الغمان فقط طبعا والسلاح السيوف النبالني هذا مكان ماذا ذي الكفار أكثر من ألف أكثر من ألف ذي سن الفرسان ذي سن كل الغمان البعير كل وسائل ويرنا الكفار السعان السلاح يجهدن يدبون سي الشام ذي الوقت اللي بلاد الشام يعني اشتهرت بصناعة الأسلحة الأسلحة الوقت اللي طبعا المهم راية المهاجرين خاطر المهاجرين الأنصار يكشم المعركة يعني جبهة المسلمين ذيك المهاجرون والأنصار المهاجرون الراية يرفدي سعد بن أبي طالب ماذا الأنصار يرفدي سعد بن معاذ رضي الله عن الجميع ويزمر دينيون أي رايتان نعم لذلك خطر وقذاقي التحموا في جيش واحد وهو جيش الإسلام والمسلمين المهاجرون الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرون الأنصار لآخره والآيات ذكرناها مرارا طيب إذن تجي إشارة أولى يعني هناك تفاوت كبير بين المسلمين وبين المشركين عددا وعدة أما ذي السلاح أما ذي العدد الكفار المشركون أكثر من ألف ينسل من 313 يعني عدد قليل معنى ما كاش هناك تكافؤ ير الجيشين ولكن رب سبحانه هو اللي ينصر ثانيا نتكلم على مبدأ الشورى مبدأ الشورى حتى في وقت الحرب معناتها مبدأ الشورى أي مثلا إذا طبق يحقق ربي أث ينصر وقال يسم شوارا الشورى ذي كل شيء ماشي في وقت السلم في قيادة الأمور وفي إدارة شؤون الناس ذي ضروري حتى في الحرب مبدأ الشورى حاضر وليس غائبا ما يغيبش إلا يحضر ربي من سنان في صلى الله عليه وسلم وشورهم في الأمر طبعا تجي في بعد غزوة أحد كما سنأتي إليها إن شاء الله مدينة وأمرهم شورى بينهم مبدأ الشورى إلا والنماذج كثيرة على سبيل المثال ذي الوقت الغزوة أو قبل الغزوة دفتر النموذج الأول أسمك شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الغزوة يشاور المهاجرين وفقا يشاور الأنصار يشاور إثن أيضا بلغة التعريض بالتلميح ونستيالا في كنس العهد النبي صلى الله عليه وسلم ذي البيعة من بنود البيعة وقد شرحناها أن ينصر الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم أثنصرا أذيني في المنشط والمكره هذا كله شرحناه فيما سبق وعدنت ثرساقي ذي الطقديس بن ورفيق يوضد الوقت يشاور الأنصار ذا شو السنان انتقد سعد بن معاذ زما ديالو بورت بارول الناطق الرسمي سيسمى الانصار اي غادي الناطق الرسمي ورد هذا في مقدمه كلامه اشو سنان ادغر النص كما هو طبعا نص طويل لكن اختزله ناس يا رسول الله ينس اقول عن الانصار واجيب عنهم صافي وكلمت باش ينطق سيسم الانصار أدفك الرئيس أهل طارة أدخذ من الحربقي المعركة ضد المشركين خاطئ إناس أدمسلاس يسم من الأنصار إناس فض عن حيث شئت أندث روح ضق لغيذك وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت الله يبارك مو كان أضواء خضراء يعني ترجموا العهد ترجمة عملية وسننا لم يكن خاطئنا ما إلا تلويث أقلغ يذيه مما يذين النظام تسيلي الموت تسيليها وخاطئ خاطئنا من بعد شو سنان وما أخذت منا إناس وخذ من أموالنا ما شئت الدعم المالي سواء في البناء في 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 بناء في 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 نصرة الدعوات
ولا في تحقيق الإنجازات ولا في تحقيق الانتصارات. المال، المال عصب الحياة. وزرم بين قوسين ما كيسينا النبي عليه الصلاة والسلام يعثم بن عفان، عثمان بن عفان اسمي سينا حينما جهز ثلث جيش العسرة. أشو سينا إناس ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم. وعثمان بن عفان إفكادين يكسف في سبيل الله ونصرة للدين. وقال سعد بن معاذ شو سينا اسم الأنصار ناس يا رسول الله إناس وخذ من أموالنا ما شئت، أكل رزاقين ساعة الأموالين ساعة يريف أسن النظر الدمين تفغيض رفذ أين تفغيض، وما أخذت منا أين ثبيض أين ثرفضض كان أحب إلينا مما تركت. أين ثبيض عزيز فلانا يعني نحمليه أكثر بين دجيض. وقال كان قاعدة، القاعدة بمعنى ماشي أو كان شويط خاطي، أين تبويض نحملي أكثر بين دي قران. وفي إشارة قوية إن نسوى ما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت إلى آخرها. المثل في الأخير وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، يعني فكد الأوامر نكوني أنطبق، أكن تفغض نكوني أقلغي ذيه. تجي القوة المعنوية على بالكم ما يثمثن الكلام أول يتسكد قوة، قوة معنوية كبيرة مازال تصيد يظهر يعني أن بعد يكمل. أشو سينا في آخر مقطع إنيس والله لا إن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك. حزيمة إنيس البحر لو كنت تشريض البحر أقلغيبي وما الصحرة ولفت، يعني دعم معنوي قوي. وقي ملخص كلام سعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم انتقد المقداد بن الأسود. أشو سينا إنيس يا رسول الله إناس لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى، وشن قرر أكن سنة القوم لموسى غير موسى سيدنا عليه الصلاة والسلام. ماشو سنان اذهب أنت وربك، وربك ماشي وربنا، وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. أكي سنة القوم سيدنا موسى ذي الطيق، جن ذي الطيق دائما وعاد كاون القشن سني مي عدن ديال البحر من كل محنة ربي سبحانه ينصر، هذا ينصر سيدنا موسى وذر بحان ديال الجراس أبري تسوغان دقوا ولثا ما شاوت سيس حضايو القصة. سيدنا موسى ذكرت في القرآن الكريم أكثر في سبعين، أكثر من سبعين موضع عام، أكثر من سبعين مرة. لذلك لا تفهم قصة موسى مع بني إسرائيل إلا إذا قرأنا جميع هذه المواضع، المواضيع 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 ودو بعدين دو هالترتيب يعني باش تفهم قصة سيدنا موسى. أسقر ذبرق الروح اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. أشو سيدنا المقداد بن الأسود إنياس وحين قرار يا رسول الله أماكن سيدنا القوم موسى غير موسى روح تحارب وحدك خاطئ كذر بيه، ولكننا إن يسنكني نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، يعني رعاية كاملة أقلق يدي أني سيجدوسا لكن قانس تقبالي ثوكت سوضار وضو صماض أقلق يدي يعني من جميع الجهات إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم أسمي سلا يوكي مسلين يجي أشرق وجهه الشريف يفرح يعني إن سيروا وأبشروا، سيروا وأبشروا حديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. رقم الحديث في البخاري 3952 ميل الرقم اللي عند مسلم 1779. إن سيروا وأبشروا يفرح. القوة المعنوية أي مثلا أوال أوال يتهدوا يفنوا أول
يزمر تهدد بنادم سوا وال، يزمر تفنوض تفورتيفيا تصفك هذه القوة سوا وال، ما سيغيون ولد ساكواد، لا يا ولد ساكواد ما تخافش، أولا كيس يفك طاقة معنوية، أوال يزيزدي يسلغو، أوال يتساوي دشوال، أما كان يتساوي ثالويث، صافي ذا شو ذا استخدم ينس، أم كيتو استخدم الله أعلم. شحال الشوال يقدر نسبا ذوال وشحال نتلوي في ديار السم سبا ذوال أول في فرم ذوال يعني زرمت مشوها يفلح نغنزي النية اللي كانت قرانت سيسي عاشنا الخير أربح الخير أربح مي ساقي ذي الزمان نظن السواليم ذا شو قدرون ذي الدنيا في بوسة أول قوة معنوية غصد الرسول مؤيد ربي ذي القرنينات هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ربي نصرك يأيديك سنصريس نقص المؤمنين يخذ النبي ذا الرسول ولكنه بشر يحتاج إلى بشر أسين تسقوذ ما تخافش أقلغي ذيك كنت سجارة ذي الطيق إلى آخر إن ياسم في صلى الله عليه وسلم الصحابة سيروا وأبشروا صفي ذكرنا وقي نموذج ألف عن الشورى الشورى ثم نمثيد باختصار ثورا غسل قبل نغال النموذج الثاني نذكر قصة عجيبة لأن ميم يقول ذا نفغان هذا الشارك ندي الحرب هذا شي مشطح غزوة بدر أتسراجوناك هذا شي مشطح مثلا إلى يوني ساعة 16 سنة باش نظر ميم المجاهدين النظر فلسنا عفو ربي وكذي مثل شهداء راه حكون واش 15 و16 و17 18 بالصيف ولكن نروح للجهاد النيثني صوضا باش اذفك الارواح نسن في سبيل الله ظرن في مشوها عجيبه يقدران سيسنت ادخثر مشاهوت جيوني ساعه 16 سنه ديال عمريس فقط اسمي سعد اسمي عمير بن ابي وقاص ذي جماسة شقيق سعد بن أبي وقاص هو من هو سعد بن أبي وقاص ذي الجهاد ذي الإيمان فضله كبير عمير بن أبي وقاص هاكي أما كدني غي ساعة 16 سنة إيف غادي يشارك ذي الجهاد إذا غادي يتسفر يتسفر الصحابة إيفان ديفان ذا قشيش يعني إيمو كريثيد جماس سعد بن أبي وقاص إنس لماذا تتخفى يعني غير تتوارى تصفر ذكي إنس وقد غاي ديوالي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبل هذا الشرك الله يا ربي الله العكس تماما لنا عندنا صور عجيبة المجاهدين شفان زران أسيني روح أسيني خطي ولما يسعى 45 سنة 50 سنة مازاليين مزي غير مورا مقرش ويط موضة 90 سنة الشركة مثورة نو مثورة مثورة 60 سنة شمال جهاد مثال وكي الكونترير لا يقول باش شي تفاقر النبي صلى الله عليه وسلم يتفرك يا الصحابه يمو قال لي ديك ماس سعد بن ابي وقاص اني سير تسفر ذاك اني سقاد غي ديوالي النبي عليه الصلاه والسلام فيردني اديني الشيني مزيض خلاص يوعى يبغى انيس فاحرم من الشهاده انيس لعلي انا للشهاده او 16 سنه يسعى السيرم ذي في سبيل الله يسعى السيرم خطر يغرى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخر الآيات صافي زرش المعنى في سبيل الله زرش المعنى الجنة وهكذا إن يسلع على الله يرزقني أن يرزقني بالشهادة السيرم ذي في سبيل الله لش يظهر النبي صلى الله عليه وسلم فاقاس خطر يتفقد الجيش ولا ثمسني سمسلاي تحريض سمس التشجيع التحفيز روح المعنوية رفع المعنويات القائد ولا قال يا ديستانس سبوتونت كان كاي لا قادر يكرس طيب المه دي موكل هذا غير ناس شو كيدير بوين الشين من الزيار ناس بعض الروايات ناس انك لم تبلغ مبلغ الرجال يعني في وظهر ميم السيف باش تتفضى ولكن داشو كيخدم مع عمير يتسرو
في كوالي من الطاون ديال السلاح ام قرو ثور ديك وخام هادي تسرو من الطاون ديال وين غلا الزران هادي تسرو كذا شو كيبغى فبكى عمير يتسرو فرق النبي صلى الله عليه وسلم لحاله عليه الصلاه والسلام رقيق التساس رقيق وليس يغاضي ثلاثي تحليل اثي تحاوث اثي قاري يا رسول الله تجي الشركه في غير مثل الشاهد بلك ربي يرزق الشهاده النبي عليه الصلاه والسلام اجازه اقبلث ونال الشهاده كما اراد وكان من شهداء بدر من شهداء بدر عمير بن ابي وقاص رضي الله عنه لكن سنة على قدر اهل العزم تاتي العزائم هذا ثورة نموذج نظر للشورى أسمي النبي عليه الصلاة والسلام يعني عسكر جيشه في مكان زرم بدر جيم كان جيم بدر هو يعني يسد الجانب الغربي الجنوب الغربي للمدينة المنورة بحوالي 145 كيلومتر زرم من أسباب الانتصار الموقع الموقع ترى موقع استراتيجي لا ماشي استراتيجي وش مار الاستراتيجيه توقي من اهل الاختصاص ولكن خرائط يعني كان الا داتاشون وينكم الخرائط اتولي ان دايل الجيش النبي عليه الصلاه والسلام امكنني خوص استراتيجيا ذي الحرب والهلو امكنني وريت تعاون راغي نسلمن باش انتصر في المشركين صف اخترنا مكان اخترنا مكان ينسفن ينسفن طيب من بعد يذقى ذي قرفي ومان قرفي ومان خاطر ذي الجهاد المجاهدين حوايجنا مان النبي عليه الصلاه والسلام يروح دورس الحباب المنذر اشو سينا ينيس يا رسول الله ينيس اهو منزل انزلكه الله ام هو الراي والحرب والمكيده إن يسم كان جي أن ديل الجيش المسلمين أهل ترى ربي يهدينا خطر ذي الوحي ماذا ربي يهدينا وذا كذا غنتعلموا الأدب وسينا رغم كان جي ذيري خطر المقدمة ثلها مهمة أم كاتي الشمض المدخل إلى الموضوع أما كان ذكر خاص قبيل ذكر وفروخ هذه القضية فاس ظلم ثم شهوت هذيك الميسا سيني باباس والسنظارة إزمر وقشيش هذي السيوض الميساجينس ولكن سي الحكمة سي لا ساجيس ذي السازيضان يقتلون تاسدا ماشي ذا بريزي كان كديريكت باسم الصراحة لا باسم الوضوح لا باسم الرجل كل كي تيفهم حكاية ودي باس العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام إن ياسيون نوقي مقارن بشيش نظر الرسول ذي العمر وقيم قرن ديال عمر ديال عباس العميس الزمان اسيني كذا مقران والجواب صحيح اسيني كيني مقرا في الرسول مي يحذق ان ياس الرسول اكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله كفا خطر مقام النبوه علي إنس الرسول مقر في الليل ذي القدار ذي القيمة ذي الشان ولكن لو لغد قفلس ها هو الميساج رسول لو لغد قفلس مادام إن لو لغد قفلس صبيفان ذي العمر نسينا مزوالو يسادر الدونيث ولكن نسينا لكن مباشرة الرسول أنا أكبر من الرسول هكذا الشيخ حمود حمدي الله يرحمه يحضر بس في ملتقى فكر الاسلامي ديال الجزائر تقريبا في سنه 1986 ذكر يوم جونا كان يسكن مشطاحه قال قرن الحروف كي مزوره كل الشريعه يرفض فوسي سينيس اخالفك يخالف الشيخ الغزالي يخالف كل العلماء اللي مقرنا يقرا اخالفك يعني الشيخ حمود النيك سبحان الله يعني الله يرحمه كان عنده غيره على الدين وغيره على الاخلاق رينيس كي هضر من الدنيا العلماء اخالفك ماشي ونذرك كي وذر تقبر ذا ذر لك انا كمسول لكن الله غالب مي روح انت الاخلاق روح انت القيم روح انت المنازل احرق الاشواط كيما حبيت بعدين قرنيش تقبيلي في وغلق الموسي ضرا
ما يغالو قلمو صدر داي روح انت لي روبير روح انت لي لي فالور يروح كلش من بعد دوكان طاق على منطاق ودو ضر زاد. ولكن شو السين الحباب المنذر ان يس يا رسول الله اهو منزل انزلكه الله ضرب به ان ذا قريق من الجيش بن سلمان ام هو الراي والحرب والمكيده هذه الوقت الحرب جماعه الخير سلك راسك استخدم الراي والمتنبي الزمان ابو الطيب شاعر الحكمه ان يس الراي قبل شجاعه الشجعان هو الاول وهي في المحل الثاني ذا الراي لان شي ونسقسا انت كي اش نفك الراي نغا كي نفك ذريم ان يس فكتي الراي وين يسعن الراي الراي ديال ذريم ولكن ذريم ودي تصغر الراي ولاش السواق يزنزون الراي ولاش السواق يزنزون لا ساجاس الحكمه ولاش إناس الرأي في كثير الرأي وحوج غرا أذرين خط الرأي دي وأذرين الرأي لم زوره الرأي قبل شجاعة الشجعان أم أم بل يا شو ناس النبي عليه الصلاة والسلام إناس بل هو الرأي والحرب والمكيدة يعني اسم حاس افكد الرأي يشورث إناس افكد الرأي او نسعان الراي في ديفك باش نبلانيفي نخدم لا استراتيجي تخطيط لا تكتيك امي نتخذ الاسباب وهذا داخل في مجال اسمس اتخاذ الاسباب كما ذكرنا في موضوع الهجره النبويه النبي عليه الصلاه والسلام اتخذ جميع الاسباب المتاحه مع الصحب الكرام من اجل ضمان او تامين الهجره ولكن بعد ذلك تدخلت عناية الله فالله كان معه والآيات معروفة في هذا الباب منها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها لذلك بين قوسين هذه قصة الحمامة وكذا وكذا تتنافى مع الآية مباشرة بجنود لم تروها وقد علقنا على هذا فيما سبق. طيب اسم سينا بل هو الرأي والحرب والمكيدة فأشر الحب بالناس يا رسول الله ننقل الجيش المسلمين سكم كان قيسم كان هين الناس أولا أرضا تصلح للحرب نكون إذا في مواجهة الكفار كي نكونوا أقوى أنقر في ومان يسعون لمن وهكذا إلى آخره. أشو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إنس لقد أشرت بالرأي يسعدث غربال يفث باللي قرز رأي يلهان ذو الصواب إنس النبي عليه الصلاة والسلام لقد أشرت بالرأي وإذا كذا تعليق معنى تشجيع يحف إنس أين دنيض يلها الرأي يلها. طيب المهم إلى آخره في نقاط نتجاوزها نروح مباشرة ثالثا اتخاذ الأسباب معناتها النبي عليه الصلاة والسلام يخدم كل الأسباب الممكنة من هذه الأسباب رفع الروح المعنوية للمجاهدين يشورثان المشورة يهجثني نفسيا معنويا خطر ميل الجيش يشمل المعركة وهو بروح هزامية لا ينتصر ذي ليكيب دو فوتبول لو كان تكشم الاستاد تفشل تفشل ما تكشم سي سبيريت فانكر تكشم بعقلية النجاح والفوز تنجح مو تنجح راه مقرص سراطاس لا قشيش لا قشيش تشم المدرسة الامتحان ما إلا كشم منهزم سينهزم أين كنيك السنة سيروح ولكن ما كشم بعقلية النجاح يتسلى في ربي سبحانه بعدما اتخذ الأسباب سلفا ثقي عامل من عوامل الفوز والنجاح وقي من الأسباب اللي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم التخطيط المشورة كما ذكرنا الآن كذلك بني للنبي صلى الله عليه وسلم عريش ديون تلكني وصل هضبة عالية كشوية فينا ناس دينا مكان قيادة
باش هو بنفسه يشرف على المعركه. وسيدانك ذا الرسول ايضا في مدينه الجامع اكون تراجو اكون في دعوه الخير اكون يروح تجهدم خاطي الا يقيم الجيوش وكذا الى اخره. فنان الصحابه امكان باش يطل ويشرف على المعركه مباشره. اسم العريش بني له العريش عليه الصلاه والسلام. من كان معه كان معه من كان معه في الغار ابو بكر الصديق عادي ذي الغار لا يجلس. نعم اذ هما في الغار اذ هما في الغار ذا كذا ايضا لا يجلس ابو بكر الصديق رضي الله عن الجميع. المهم الاسباب كثيره كثيره. وكاين سبب اخر مهم جدا ايضا وهو الدعاء والتضرع. اسمي خدمة كشو قلاقا من بعد ارف ذي فاسني سي ربي سبحانه ارف ذي فاسني سي ربي سبحانه. رفع يديه حتى سقط الرداء من منكبيه هك المسي غلي انا عميه. وطبعا هذا دليل اعتمده العلماء سلفا وخلفا على مشروعيه رفع الايدي في الدعاء. هذا ما كان بين قوسين مساله فقهيه فقط. القول بعدم الجواز هذا يخالف النصوص تماما. ومن اراد ان يدعو دون رفع الايدي فجائز عادي. ونريح هذه الامه. تبغى تصرف في فاسني في فاسني. تبغى تضعو ذكا يجوز. مادام جوز نسينا يغرس من العظيم. لماذا؟ خلق لي فانك لماذا؟ وخدم على سونس انتردي وحدك. يجوز. شو تبغي ضارة ورفضة مثل دعي ضرب بخدمك يا اخي الدعاء بالقلب ودعوني استجيب لكم ثوالا ضيون نرثي فاسني سيجوز هذا ما كان ونتهناو باش تسقى غتراجوني غتراجوني المحاني ثلاثي مقرانين تسقى ذاك الا قنر المخنغ البنغ باش انت مسقم خاطر الامه راهي تاخذ طريحه الان الامه معي ماهيش بخير الامه راهي تضرب باقزام الامم مخابر تخطط وبعض ابناء الامه وبنات الامه ينفذون تنفيذ عن بلا وعي. هاو كما قال ربي في مقدمه ذكرنا الايات في سوره الممتحنه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده هذا هو الشاهد تلقون معناه بلا وعي تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم الحق الى اخر الايات. والنبي عليه الصلاه والسلام اتخذ سببا يدعو الله يدعو ربي المي خدمه كاش قلقات يخدم ام بعد يا راس ربي ثورا ارف ذي فاسني سيدعو. الادعيه كثيره منها اختار منها اني اسال اللهم انجز لي ما وعدتني. الالحاح في الدعاء وربي يحب الملحين في الدعاء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. وسلم سي الشيخ في صلاه المغرب انك ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه وهذا بشرط من شروط استجابه الدعاء ماشي بيبري اسي قاري ربي سبحانه اللهم انجز لي ما وعدتني اسي قاري ربي توعظي يا ربي اللهم نصرك على طول ربي نصري الى اخره المسنا اللهم ان تهلك هذه العصبه وفي روايه إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فوق الأرض. أنا عمي إنيس ربي 313 هاكي لو كان هذا مثل ولا شو راك يعبدن؟ هي ذاك اليقين كسع النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا ربي سبحانه خاطر زمان سيني يا رسول الله ربي زمان اللي خلق قوي الله يعبدن يزمر ولكن القرب اللي يقرب ربي سبحانه الإلحاح اني تتحاوث تتحليل أسقر يا ربي اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. هذه رواية نظن فلن تعبد فوق الأرض يعني لن تفيد الاستقبال ولا كعبد معنى شوف اليقين والإلحاح في الدعاء. يلا ثورا وحرابعا تأييد الله صفي النبي عليه الصلاة والسلام يخدم ما وكاش قلقا ثورا ربي سبحانه كنت تسجارة يا خشو سنة أمنا خديجة فهم بداية الدروس هكي
أسمد يسانيس زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. ثنيس كلا والله لا يخزيك الله أبدا. شوف اليقين أورت سقاذ ذي الموحة لكي جا ربي ريفرذان من غصغ لضربي يذي. وطبعا الكلام يعطي قوة كبيرة جدا. تأيد الله مما أيد الله به رسوله والصحابة الكرام نزول المطر. إن شاء الله ربي ينزل علينا المطر. نزول المطر في تلك الليل لافاي الخميس لمدي تغلد الهواء تغلد الهواء. وبعدين لأن المطر يوطئ الأرض ويصلب الرمال ويثبت الأقدام تضرمل. وطبعا دينا حركة الناس ديرمل صافي ميلة وتهد الهواء هذه قرر ملني صافي من الحركة ذي الجهات الحركين بقوة السيدة سوبلاس الذين يتحركوا بقوة ربي في كذا الهواء ثقيب تأييد من الله عز وجل وثقي عامل من العوامل يدفك ربي إلى النصر ذا غير عامل نظام من الله عليهم بالنوم تصن صحة أنا عامل يصيلها طبعا تقول كنيسة تصن الصحة خطر النوم فيه استراحة وقوة لا في أزكني إذ قبلنا الكفار والمشركين صافي ميلا ما تهجضي مانيش القرة يوم ما يسعد الامتحان ورقلنا لا فين غلا ما يسعد البيرمي كان سرقت لا فيني ثوار الجانب السيكولوجي مهم قرنك الأمن منيم يوم ميلي هنا ميليون يشبن يتغبن يتشرد الهموم إذا الواحد يطس قرنك إيض نلعب ذا مهموما غزيف من وين وين ندي لمان وزيل صدم اللوفان أذكر الله سلقوين ما يون مهموم لذلك كان في صلى الله عليه وسلم ذي الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. طيب إذن إفكيس ربي ذا نعم النظام النوم نعمة الصون رطحان باش ذكر نزكني الجمعة للحرب وهما في منتهى القوة يرنيسنا ربي سبحانه عامل آخر ذكرنا ألف باء جيم ربط على قلوبهم خطر ذو لون ما إلا أول يضعف ذو رجاه ذن ذو رجاه ذن ذلك ربي ذكر في صوت أنفال إن ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ما أشرنا إليه ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم الرباط نفك ربي سبحانه القوة يدفك يولى ونسم ويثبت به الأقدام وربي سبحانه يثبثيثا كما قال في سورة إبراهيم أيضا آية 26-27 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلا ذا غدع مويض تأييد الله نزول الملائكة اختصارا صوت أنفال الآية 9 والآية 12 خطر المعركة يقول غزوة ذكرت صوت أنفال ذكرت في صورة العمران في آيات كثيرة غزوة بدر ما يكفيهاش درس واحد وإن شاء الله نكمل بعض النقاط في الدرس القادم إن شاء الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين تقل آية 9 من سورة الأنفال آية 12 من الأنفال إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذن نزول الملائكة بالرحمة وبالنصر وهذا كله من تأييد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم صافي الآن كل شيء متوفر كل الأسباب متوفرة الشعر بواحد السكينة والراحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في أرض المعركة وبعدين سيقر هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان يعني أديت سيسمى وننسنا سيقر ذاكي أبو جهل ذاك لا يمث أبو جهل ذاك لا يمث أمية بن خلف أشهدنا المؤرخ والعلماء اللي كتبوا في السيرة وكذا إنه فما تعدى أحد منهم موضع إشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كني إكزاكت سيقر ذاكي هرين مثل أبو جهلني يوضد وسيس ذاكي هرين مثل أمية بن خلف
أكن ديننا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء أكن إظهار طبعا ذكي وحيا من الله عز وجل. والعلماء يقول هذا من الدعم المعنوي من الله، معنى يتسكس ذاك السيني البشارات باللي النصر أذي للنصر. خامسا التحام الفريقين، تجاوز بعض الفقرات ثورة أذمليلا قبل أذمليلا بلحظات، وطبعا زرت طريقة المعركة دي فغنا يوم سيا يوم سيا بعد يكثي مشاقي أنت نجم شي وساقي. باختصار كان النبي عليه الصلاة والسلام ذا شو سنين الصحابة قبل الالتحام بلحظات، قبل التحام الفريقين أو الجيشين بضد النقطة الخامسة، خامسا التحام الفريقين، فريق الحق وفريق الباطل، فريق المسلمين وفريق المشركين. الناس دان النبي عليه الصلاة والسلام يقرب كار الصحابة شو سنين قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر. ذي ثورة زمن ما تمثل يغض الوقت الموث. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الحديث أخرجه الإمام مسلم ذقون الباب، باب يفكيسي والعنوان أشكيف، باب ثبوت الجنة للشهيد، هو قيد العنوان أتفهم في صحيح مسلم، باب ثبوت الجنة للشهيد. الله أكبر. وكذلك أخرجه أيضا الإمام الحاكم في مستدركه، وأخرجه الإمام البيهقي في سننه، وأخرجه غيرهم. يكفى ووال ثورة، ثورة ذو الخضمة، ثورة تبدو القرة. ثورة نروح مباشرة سادسا الفتح المبين، الفتح المبين. النبي صلى الله عليه وسلم يفكد يوم الدعاء ذنا قبل نهاية المعركة بقليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سفرت الحرب عن انتصار المسلمين على المشركين توجه إلى الله عز وجل شاكرا حامدا قائلا: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. شوف كان سيمسي من ريوش صلى الله عليه وسلم ذينا قبل نهاية المعركة ذاين فان انتصار المسلمين يتوجه رب سبحانه بالتكبير: الله أكبر، الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يرغي النصر رب سبحانه وحده، الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ومن السنة كما تعلمون السعي بين الصفا والمروة قبل أن يبدأ بنادم المسعى يتوجه الكعبة المشرفة من بعد ذلك يغرد دعائك دواقي سينا النبي عليه الصلاة والسلام مناسبة في ديننا ذي يوم الفرقان: الله أكبر، الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فكان يكرر ذلك. وصدق الله إذ يقول في القرآن الكريم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تجث سد في سورة آل عمران الآية 123. نتيجة قتل من المشركين 70 مثن و70 أسرى، 70 قتلى منهم الطغاة أبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم، و70 أسرى، 70 مثن سي المشركين، 70 روحا ذي الأسرى ذي محذاس سواطفن مسك سلمان، 6 سي المهاجرين، 8 سي الأنصار، يعني المجموع 14.
إكس تشهدم السيسنة قشيش 16 سنة عمير بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع. للموضوع بقية تتم في الدرس القادم باش نتكلموا على النتائج. نتائج كثيرة مهمة جدا، وحتى بعض الأحكام التشريعية المتعلقة بالأسرى وكذا ومعاملة الأسرى إلى آخره، تفاصيل سترد إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.